طب احنا لحد دلوقتي لسه ما قلناش للمشاهدين هو الجروب بيتكلم عن ايه؟ هو الجروب بيتكلم عن ليه لأ ما جرب. ليه لأ ما جرب على اي حاجه في الحياه؟ ليه لا ما اجرب انا بشتغل طبيبه او الى حياتي كلها وقررت ان انا هسيب كل ده وهعمل بيزنس ليه علاقه بالطبخ. ليه لا ما اجرب؟ ناس استقلت بحياتها، ناس درست وعملت حاجه اي ملهاش اي علاقه بالدراسه. طبعا في جزء منها حياة كانت موجودة وتغيرت، ست بقت أم وأب، ست بقت ظروف الدنيا خلتها أم وأب، مش لازم يبقى طلاق، ممكن يبقى حاجات كتير قوي. ست قررت إنها بعد الستين تبقى سيدة أعمال وتبتدي تشتغل أول مرة في حياتها. ولادها كبرت، جوزها اتوفى، بقت حاسة إنها لوحدها. طب ما أجرب ليه لأ؟ هي دي عارفة الحركة بتاعت ما أجرب طب ليه لأ؟ بالظبط هي دي الفكرة. اي تحدي قابلتيه وقلتي طب ما اجرب انا خسرانه ايه؟ فاهمه قصدي؟ طيب في خدمات الجروب بيقدمها للبنات اللي على الجروب؟ بصي بقى يا ستي، انا بحب لفظ البنات بس انا هقول لك ان احنا تقريبا افريج الاعمار، يعني لغايه من كام شهر كنا بنتكلم من 25 في ده لحد 75 80. وبعدين رينج واسع جدا قوي جدا قوي وكل وبعدين الاول كنا بندخل يعني دايما الصغيرين اللي مش عارفه ايه، يقول طب بلاش عشان لو حد قال مشاكل ما تبقاش الحياه قدامهم غامقه. لقيت ان الناس بتكلمني تقول لي انا عملت اضافه لبنتي وبنت اختي ومش عارفه ايه، بليز دخليهم. فلقيت ان العضوات نفسهم هم اللي متحمسين. بصي لما ابتدى الجروب يكبر، اولا احنا خلال اول اسبوع الرقم طلع من 300-400 بقى 1000. طيب ماشي معلش، نتورك بتاعتي واسعة واصحابنا كتير. بعد أسبوعين بقاني 2003، فابتديت أحس إن العملية مش بس هندردش، وأي حد بيدخل وهو مستعد إنه يحكي هو عمل إيه أيا كانت الحكاية. طبعا في يعني في مستوى الحاجات العادية اللي هي ما فيهاش حاجة خارج نطاق المألوف بس فيها تحديات. لقينا انه طيب لا اكيد في حاجات تانية ممكن تتعمل. ابتدى من مجرد بس فضفضة والناس تحكي الحاجات وناس تانية تقول طب ازاي كده، طب انا ممكن اعمل كده ازاي، لان احنا نساعد ناس انها تعمل مشاريع. ونساعد هنا، وانا بقول نساعد مش بفخم في نفسي بس لاني ما ببقاش لوحدي، بتبقى كل العضوات معايا. النهاردة واحدة قررت ان هي وقت السياحة ما هو مش شغال تعمل رحلات للستات، وابتدت تعمل رحلات وتعرفهم بمصر اللي كانت الاجانب بتيجي تزورها. مش مصر اللي انا وانت عارفينها بتاعت الساحل والجونه والحاجات دي. اول حاجه عملتها جروب، والنهارده ما شاء الله عندها صفحه من انجح الصفحات. حد تاني بتعمل حاجات للشعر، موظفه في شركه مالتي ناشونال وشركتها موظفه، والاثنين قرروا يعملوا منتجات معينه في البيت. دي بقى الحاجات اللي ابتدت تتعمل. انا بعمل ايه بقى غير انك انت بتعملي الحاجات دي وبتحكي للناس والناس بتشجعك؟ انا ابتديت اخلي في يوم في الاسبوع تعملي دعايه. بالمناسبه علشان فكره ان هو انت حاولتي للسوشيال ميديا، ده نون بروفيت جروب، ده جروب ما عليهوش اي حاجه في الدنيا بفلوس. يعني انت هتعملي دعايه، انت هتعملي دعايه، انت عايزه تنزلي القصه بتاعتك وتحكي بتعملي الكلام ده كله، انت عايزه تعملي كورسات وبتدي كورسات برضو بتعلني عن اي حاجه. انا بشوف ان دي حاجه نوع من انواع الدعم. طبعا تيجي الناس تقولي طب على فكره هو في جروبات تانية بتعمل 1 2 3 انت بتعملي زيهم ليه؟ انا مش محتاجه. اكيد اي حد محتاج فلوس ومحتاج فلوس، انا اقصد ايه، انا مش محتاجه ان انا اجي اشاركك في حاجه انت لسه بتبتدي فيها. ما تبتدي وتعملي وتقفي على حيلك والكلام ده كله، انا بس لما بترفعي لي التليفون او بتبعتي لي دعوه او بتقولي لي انت مش فاهمه انت فرقتي معايا قد ايه، انا ده بالنسبه لي بعتبره اهم حاجه.